إذن استعادت القوات الأوكرانية راوية مناطق جديدة من قبضة القوات الروسية في منطقة دونيتسك التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها لروسيا. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أعلن اليوم أن مدينة ليمان شرق أوكرانيا أصبحت خالية تماما من القوات الروسية، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو سحب قواتها من هذا المعقل الذي سيطرت عليه لأشهر. قبل ذلك قال سيرغي غايداي الحاكم الأوكراني لمقاطعة لوغانسك إنه كان لدى القوات الروسية ثلاثة خيارات: الهروب أو الموت أو الاستسلام. وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت أن قواتها انسحبت لتجنب خطر المحاصرة مع تقدم القوات الأوكرانية فيها، وذلك بعد أقل من يوم واحد من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم المنطقة مع تعهده بالدفاع عنها بكل الوسائل العسكرية. معركة ليمان هي استمرار للهجوم الأوكراني المضاد في شمال شرق أوكرانيا الذي بدأ في سبتمبر وأدى لاستعادة آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي، ومنها في منطقة خاركيف. ليمان تقع على الضفة الشمالية الشرقية لنهر سيفرسكي دوناتس، وبعد أن استعادت القوات الأوكرانية المدينة سيكون لهذه القوات موطئ قدم على الجانب الشمالي الشرقي من النهر، يمكن استخدامه للتقدم إلى أقصى الشرق وممارسة الضغط على الخطوط الأمامية الروسية. ليمان كانت نقطة انطلاق رئيسية في حملة موسكو بمنطقة دونيتسك الشمالية، ويمثل فقدانها ضربة لروسيا. تعتبر استعادة ليمان أمرا حاسما للهجوم المضاد لأوكرانيا بهدف قطع خطوط الإمداد للروس بين شمال وجنوب إقليم دونباس الذي يتألف من دونيتسك ولوغانسك. من غير الواضح عدد القوات الروسية التي كانت متمركزة في ليمان وانسحبت باتجاه الشرق، إلا أن التقديرات تشير لنحو 5500 جندي روسي كانوا موجودين هناك. خسارة ليمان أثارت غضبا في أوساط السياسيين الروس، وطالب الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف بإقالة قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية الذي أشرف على منطقة ليمان. كما دعا قاديروف الجيش الروسي أمس إلى استخدام أسلحة نووية محدودة القدرة في أوكرانيا أو ما تعرف بالتكتيكية، وتابع بالقول إنه ليس ضروريا أن تتخذ روسيا قراراتها مع أخذ المجتمع الغربي في الاعتبار لكونه يتحرك إلى حد بعيد ضد روسيا على حد قوله. وقال قاديروف في رسالة على تيليجرام إنه ينبغي أيضا اتخاذ إجراءات أكثر حزما وصولا إلى إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية. دوليا يعتقد كبار المسؤولين الأمريكيين أن فرص استخدام روسيا لسلاح نووي لا تزال منخفضة، مع عدم وجود أي دليل على أنه تم نقل أسلحة نووية بالفعل. تحليل حديث للبنتاغون أشار إلى أن الفوائد العسكرية لروسيا ستكون قليلة، بينما التكلفة التي سيتحملها بوتين يمكن أن تكون هائلة في رد دولي غاضب. لكن المسؤولين في واشنطن أصبحوا قلقين بشأن الاحتمال الآن أكثر بكثير مما كانوا عليه في بداية الصراع في فبراير الماضي، خصوصا بعد سلسلة من الانسحابات من معدلات الإصابات العالية في الجيش الروسي من خطوة التعبئة الجزئية التي أعلن عنها الرئيس الروسي. نيويورك تايمز نقلت عن مجموعة من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين قولهم إن الأسابيع القليلة المقبلة قد تكون وقتا خطيرا من المحتمل أن تبدأ روسيا فيه بحملة تخريب في أوروبا، بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، أو باستهداف كبار المسؤولين في كييف. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر إنه يجب على الغرب وروسيا الدخول في حوار، لأن ذلك سيكون أفضل من إشعال ساحة المعركة أكثر، معتبرا أن الجهود الغربية بضم أوكرانيا إلى الناتو أمر غير حكيم.